على بنات المسلمين. اللهم احفظ شباب الإسلام من كل سوء، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم اجعلهم شبابا صالحين مصلحين هداة مهديين برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإمام عليه وسلم عند الإفطار، حيث كان يفطر عليه الصلاة والسلام على رطبات، فإن لم تكن فتميرات، فإن لم تكن حتى حسوات منا عليه الصلاة والسلام. وكذلك كان يدعو لنفسه وللمسلمين، فأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير.